ومن تونس تنضم إلينا نجلاء بخريس مراسلة الغد. إذا نجلاء، بعد دعوة حركة النهضة ودعوة المكتب السياسي لديها للرئيس قيس سعيد للحوار السياسي الشامل، قوبلت هذه الدعوة بالرفض، وقال الرئيس قيس سعيد إلى حين صدور إجراءات استثنائية. ما المقصود بهذه الإجراءات الاستثنائية نجلاء؟ نعم، في البداية يبدو أن حركة النهضة لم تفقد الأمل بعد بعقد حوار سياسي مع رئيس الجمهورية، رغم أنها تدرك جيدا أن قيس سعيد رافض لأي حوار سواء مع النهضة أو مع باقي الأحزاب بخصوص القرارات التي اتخذها، وخاصة تفعيل المادة 80 المتعلقة بتجميد النشاط البرلماني. الرئيس التونسي قيس سعيد قال إنه لن يسمح بإجراء أي حوار خاصة قبل انتهاء هذه الإجراءات الاستثنائية والتي يعني بها تجميد البرلمان، رفع الحصانة عن النواب، محاسبة المسؤولين والفاسدين في جميع المناصب الحساسة في الدولة، وهو الأمر الذي يقوم به حاليا من خلال سلسلة إعفاءات طالت وزارات حساسة كالداخلية والدفاع والصحة وغيرها. يبدو أن النهضة اليوم ليس لديها أي حل إلا بهذه الدعوات لإجراء الحوار، وربما يكون هناك وسطات تستعين بها حركة النهضة مثل اتحاد الشغل أو ما شابه لإجراء هذا الحوار، رغم أن السعيد يرفض كل حوار سياسي كما قلت سواء مع النهضة أو مع أي أطراف أخرى إلى حين انتهاء هذه الإجراءات الاستثنائية. ربما البعض يتساءل متى ستنتهي هذه الإجراءات الاستثنائية. في الحقيقة لا أحد يعلم ماذا يدور اليوم في كواليس القصر الرئاسي. بدأ العد التنازلي بالفعل نحو موعد 25 من شهر أغسطس، وهو الموعد لانتهاء مدة الشهر المحددة لعودة النشاط البرلماني وعودة النواب إلى مقاعدهم البرلمانية. لكن قيس سعيد يقول إن الدستور يسمح له بالتمديد أكثر من 90 يوما في هذه الإجراءات الاستثنائية، وله كل الصلاحيات اليوم للتمديد كما قلت في الإجراءات، ويعني القيام بما يراه مناسبا، سيما وانه سيعين رئيس حكومه جديد، وربما يكون هذا المشهد انتقالي وليس هناك عوده الى البرلمان. ايضا لا ننسى موقف الشارع اليوم، هناك مظاهرات احتفالات خرجت للشارع تطالب ليس فقط برحيل البرلمان وانما ايضا برحيل حركه النهضه التي ساهمت في فشل الحكومات المتعاقبه وفي عدم تحقيق اي من مطالب الشارع الاقتصادية والاجتماعية. نعم، شكرا نجلاء بخريص مراسلة الغد، كنت معنا من تونس.